السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة من ليكونومي لكل شيء. بالمناسبة كنشكر كاع الأصدقاء والصديقات اللي أنا كنقول لكم وصلوني الرسائل ديالكم كاملة وتقريبا كلها قريتها اللي قدرت نجاوب معاه. راه هضرت معاه سواء في الجروب جيمايل سواء في لاباج اللي دايرينا. بزاف قالوا لي علاش ما دايرش الفيسبوك ديالك. بون أنا كنقول لك سي سوفيزون إلا هضرنا غير في لابواط. انا كنتفاعل معكم في لي ميساج ديالكم و ليسونسييل هو المعلومه توصل للناس كاملين ماشي مهم. لا بصح تعطلت عليكم بزاف. كانوا كينتظروا لا فيديو ديال النيو كلاسيك تكون مباشره من وراء الحلقه الخامسه, ولكن كانوا بدا دي زامبيشمون بيرسونيل اللي مخلاونيش نكون في الوقت. بزاف قالوا لي خصك تجيبها مع الامتحانات وهذا. حاولت مي بون انا كنتمنى تفرجوا فيا بعدا بلا امتحانات ماشي مهم من بعد دخلوا الدوز. وانا كندوي ديما فواحد لو كونتيكست بعدا كنعطي لا كولتور جينيرال. كنبغي بنادم ياخذ واحد لو باجاج اللي يدوي به في حياته واللي يبدل لو مود لو ستيل دو في والى اخره. الحاجه الاخرى هي كان عندي واحد المشكل تكنيك, لان كنت معول على واحد الصديق غادي يعاونني في المونتاج وفي انا ما كنعرفش بزاف لا تكنولوجي خفيف لا بونسي كشر من اي حاجه, ولكن الصديق هذا اختفى واحد الوقت ما بقيتش لقيتو. الوغ داكشي علاش فكرت مزيان. ودابا المهم هو ان الفكره توصل. غنحاول من بعد الى قدرت غنحاول نتعلم شويه لي لوجيسيال وداكشي نقدر باش نسهل عليكم. ولكن الا ما كانش انا كنظن الهضره ديالي وراه كنهضر معكم بالقلب ديالي راه بنادم يقدر يفهم هادشي اللي كنقول ليه. الوغ رجعوا للموضوع ديالنا في هذه الحلقه هذه. حنا كما شفتوا راه حنا غاديين في ليستوار د لا بونسي ايكونوميك ديال لا بارتي الاولى. كنلو في البارتي تيوريك باش ما يكون عنده لو باجاج ابري عاد ندوي في حوايج اخرى. وهذه المره هذه لي نيو كلاسيك غادي كما العاده طبيعه الحال اول حاجه خصنا نديرها هو نحطوا لو كونتيكست راه نعرفوا وقتاش بانوا هاد الناس هادو كيفاش جاوا يعني السياق التاريخي و افكر لان ممكن شي حاجه كتجي من الفضاء فوالا كيناش كاين شتا حتى هي راه صبات عندها واحد ماشي عندها واحد الاسباب ومسببات فيزيكا ماشي حاجه اخرى. يعني هذا هو علاش انا ديما كنأسس, لان ملي كتشوفوا الى رجعتوا لي فيديو القدام قد ما كنا فهمنا لو كونتيكست ديال الافكار قد ما كيولي ساهل انا في لا بارتي الثانيه وهي اللي غادي تكون هي ملي غادي نحاول نخرجوا الافكار ديال هاد لي نيو كلاسيك هادو ونشوفوا شنو هما المدارس اللي وسطهم حتى هما وفين كاين الاختلافات. واخر بارتي غتكون بيان سور هما لي كريتيك الانتقادات اللي توجهت ليهم اللي من وراهم طبيعه الحال غيبانوا مدارس اخرين. هذا هو لونشينمون وهذا هو لو فيل اللي غادي يخلينا نفواياجيو في هاد العالم ديال لا بونسي ايكونوميك. اول بارتي باش ما نطولش عليكم غنتكلموا على كيفاش ووقتاش بانوا لي نيو كلاسيك. مع لي نيو كلاسيك حنايا في المرحله ما بين 1870 و 1930 تقريبا واحد 60 عام. وملي كنقول 1930 انا كندوي على لا غراند كريز لو كراش بورسي الكبير اللي وقع في ازمه 1929 ديجا. وفي هذه الوقيته غادي يبان جون مينار كين انا غيبان من وراء لي نيو كلاسيك زعما باش تعرفوا ان من وراء اي كريز ايكونوميك بصح عندها دي زيفي نيجاتيف على ليكونومي لا سونتي ايكونوميك لومبلو اي تو سا مي تيوريكمون بارلون هنا كتانغيشي لينا لا بونسي ايكونوميك كيبانو دي ايكونوميست كبار من وراء. حاجه اخرى هو 1870 هنايا بزاف نصح واحد الغلط كبير كيترتكب في بزاف لي زوفراج ديال لا بونسي ايكونوميك هو اننا كننتقلوا من لي كلاسيك ديريكتومون لي نيو كلاسيك. ولكن بيناتهم راه كان كارل ماركس وانا كنبغي نقول ان ماركس بحال شكل واحد لو ترومبلومون دو تير في ليستوار ديال لا بونسي كوم كلشي تاثر به سواء اللي ماس ولا اللي ما ماش. هذا هو الجميل ديالو صراحه. و ماركس اللي شد لي كلاسيك هو اليوم يديهم من ديك الفكره ديال لا فالور طرافاي وقال لهم الا كان لو طرافاي هو اللي كيصنع لا ريشيس فنقدروا نتسالوا حتى نتوما انتويتيفمون زعما شكون هما الناس اللي كيخدموا بزاف واش هاد الناس اللي كيخدموا بزاف باين عليهم الحاله ديال ولا عندهم لا ريشيس ديال ديك الخدمه ديالهم. وهنا كيدوي على لا فالور كيدوي على بزاف المفاهيم اخرى اللي تقدروا ترجعوا لي بيزود 5 راه دويت فيه على هادشي هذا.
ولكن علاش قلت هادشي بالضبط؟ لان لي نيو كلاسيك الجديد اللي غيجيبو انهم غادي بور مو انا بالنسبه لي بغاو ايشابي من هاد الصداع ديال لا فالور ترافاي، وغادي يدوي على واحد لا فالور سوبجيكتيف. هنا غيقولوا ان لا فالور ما مرتبطاش بلو ترافاي اللي تخسر على لا مارشانديز ولا تخسر على لي بيان لي سيرفيس تو سا، مي بار كونتر سي اون سورت دابريسياسيون، يعني كنتقل من واحد الحاجه موضوعيه اوبجيكتيف شي حاجه ذاتيه ديالي انا، انا اللي كنقول هذا لو برودوي لايق ليا وما لايقش ليا، وديك الفكره ديال لايق ليا هو اللي كيعطيه القيمه ديالو واللي كيعطيه لو بري ديالو. هادشي غندوي فيه من بعد في الافكار اللي غادي المرحله الثانيه ديال هادشي. ولكن واحد الحاجه اخرى مهمه عاوتاني، وهو ان هنا بزاف تيقولوا ان باسكو جابوا لا فالور سوبجيكتيف راه لي نيو كلاسيك داروا ريفولوشن في لا بونسي ايكونوميك بارابور كلاسيك تا 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 تا. مي انا كيبان ليا كو ريفولوشن ماشي حاجه اللي هي كبيره بزاف، هذه لا بروميير شوز. وحاجه اخرى مهمه وهو ان لي نيو كلاسيك حافظوا على المبادئ دو باز ديال لي كلاسيك اللي هي الكابيتاليزم ايكونومي دو مارشي ليبراليزم اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا تفكرت واحد القضيه نقول لكم كضحك واحد انا بعدا كان وجاني واحد لو ميساج من واحد السيد في لابوات جيم قال لي بون انا كنسوي لي فيديو ديالك عجبوني تو سا، مي هنا دويتي على لو ليبراليزم وشنو هو لو ليبراليزم. قال لي بحال كو سي كوا لو ليبراليزم كا او اي سي كوا لو ليبراليزم. بقيت كنشوف يعني انا درت انا فيديو كامل على 30 دقيقه تشحفت بقيت كنعاود لو ليبراليزم صحتو مزيان. المهم انا نقول لك عاوتاني عاود تفرج في داك الفيديو راه تلقى فيه سي كوا مزيان. حاجه اخرى مهمه وهو في نفس لكم باقي كندوي في الكونتكست ديما باش واخا كنطول فيه ولكن راه سي انتريسون بزاف. مع لي نيو كلاسيك تسالات لمده الصلاحيه ديال شي حاجه سميتها ايكونومي بوليتيك. قبل كانت سميتها ليكونومي بوليتيك، ومع لي نيو كلاسيك اول مره غتسمى سيونس ايكونوميك. بزاف كيقول سيونس ايكونوميك ولكن راه بدات مع لي نيو كلاسيك هاد الفكره هادي. بيان سور هاد الوتره ديال الكلمات ماشي شي حاجه بريئه سيرتو في العالم ديال المال وديال الاقتصاد وديال السياسه الى اخره، من غير بيان سور لو سوغير ديال شي دري صغير ولا ولا شي في الشك واقع. المهم هنا بالنسبه للايكونومي بوليتيك، علاش بالضبط الايكونومي بوليتيك؟ لان الى عقلتو راه لو طابلو ايكونوميك ديال فرانس وكيون هذا المؤسس ديال الفيزيوكرات راه هو فيه دي كلاس سوسيال. الى عقلتو راه كاين هنا لي زاغيكولتور كاين لي زارتيزان كاين لي نوبل لي بروبريتور دي تير بيان سور، وهادو كاملين دي كلاس سوسيال وكل وحده كدافع على مصالحها. ملي كنقول كدافع على مصالح سي ان جو دو بوفوار سي ان جو بوليتيك هنايا. وبالنسبه للنيو كلاسيك ما كيهمهمش هاد الصداع ديال الجو بوليتيك وهادشي. وعاوتاني غادي في نفس لافاك ديال ان ليكونومي تولي اوتونوم، تولي اوتونوم على لا فيلوزوفي على ليستوار على لي بغينا. الوغ غادي في داك لو سيكل ديال ان ليكونومي تولي اوتونوم، يعني خصنا نخرجوها حتى من لا بوليتيك تولي شي حاجه سميتها سيونس ايكونوميك. وهذا هو اللي لو طالون الوائر ديال النيو كلاسيك اللي بزاف كيعترف ليهم بصراحه به، وانا بغاو نرجعوا ليكونومي بحال بحال اي سيونس اكزاكت. واخا هي جزء من السيونس هيومان سوسيال سي فري، ما خصها تكون بحال لا شيمي بحال لا بيولوجي ولا كيعطي شي حاجه لا سيونتيفيسيتي. اول حاجه خصها تكون اوتونوم، عندها تعريف ديالها خاص، وزائد انها عندها قوانين خاصه. ملي كنقول قوانين كندوي على ليكيليبر جينيرال، وهنا نقدروا ندوي على ليكيليبر جينيرال ديال فالاس وحدين اخرين اكسترا. حاجه اخرى مهمه ديما كندوي في لو كونتكست، هو ان في هذا الوقيته بالضبط بان واحد السيد سميتو اوغوست كونت، هذا مؤسس ديال لو بوزيتيفيزم، سي ان فيلوزوف بارمي لي بريكورسور ديال لا سوسيولوجي بلا ما كدويش عندو اوركاي، ولكن هذا بارمي لي بريكورسور ديالو. وكيدوي ليسونسييل سو كيدوي على واحد لا لوا دي تخوا زيتا، كيقول ان العقل الانساني داز بثلاث المراحل، لاج تيولوجيك لاج ميتافيزيك يعني شي حاجه اللي خارجيه يعني. و ليسونسييل هو لاج بوزيتيف، وهذا لاج بوزيتيف هو اللي عايشينو دابا، واللي كيقول ان الانسان ما بقاش كيقبل اي حاجه، خصها شي حاجه اللي تكون راسيونيل تكون ارغومونتي اللي تكون باغ اكزومبل لا ما انفيزيبل ديال ادم سميث، انا كتجي واحد اليد خفيه من السماء وهي اللي كدير ليكيليبر ديال لو مارشي اللي دوينا فيها قبل، هذه ما بقاتش مقبوله مع لي نيو كلاسيك. انا تاثروا باوغوست كونت ما انفيزيبل كي ديسون دو شيل ما عرفناش فاش هابطه على رجليها ولا شنو لابسه، كيبقى تعاويد كيبقى خبير هينه وتو سا، ما عندهاش اون ايكيفالونس سيونتيفيك. هادشي اللي بغيت نقول اون ميم طون في نفس الوقت اللي هاد لابور فيلوسوفيك العظيم اللي بان عاوتاني كانت واحد الانجاز في البيولوجي شحال ديما مع كوبرنيك مع غاليلي مع جو سي با نيوتن، يعني هاد العظماء في لاسيونس اللي عطاو شي حوايج واعره. داروين حتى هو في لا تيوري ديفولوسيون، بزاف تعرفوا لا تيوري ديفولوسيون ديال لي زيسبيس واللي تعطات بزاف ديال الانتربريتاسيون في هذيك الوقيته بالضبط. واحد الانتربريتاسيون اللي معروفه بلوتو كانت لا تيوري دو فيرني، ولا تيوري فيرني كي سوبوز كتقول ان لي زيسبيس بيناتهم واحد الحرب طاحنه ديال البقاء، ما تيجي واحد ما كيقال على شي واحد كلشي كيضرب على مصلحته. وهاد لو برينسيپ هذا ديال لوتيليتاريزم
هو كيقولها بحال هكا. بيان سور الا قرينا النيو كلاسيك غنلقاو حاضره هذه الفكره ديال بنادم اللي كتهمنا بزاف ان كل واحد كيضرب على مصلحته، بنادم اوتيليتاريست في طبعه. هي نفس الفكره ديال ادم سميث، لوم شيرش توجور سون بروبر انتيري، ما سوقو حتى شي حاجه. وهاد الفكره ديال الانانيه وديال الفردانيه ديال الانديفيدواليزم توسا غتلقى مكانه كبيره غروند بلاص في لا بونس ديال النيو كلاسيك. لاحظوا انهم غيتكلموا على لا ميكرو ايكونومي. لا ميكرو ايكونومي هي ان نطلقوا من الافراد، كل ما كيهمناش هما كيبغيو شي حاجه ديال لو غروب الجماعات توسا. لاحظوا حتى مانغير في لا كونسيبسيون ديال لا موني كيقول لك لا لا موني جات حاجه من ان انديفيدو كي طونتو ايغويست والعباد، هو اللي اكتشف لينا يعني عندك قيمه للفرد بزاف اكثر من اي حاجه. وبغيت غير واحد لا بارونتيز، الفكره ديال ان بلاد اناني بطبعه وتوسا انا بعدا ما كنتفقش معها. وحتى اخر ما كاين في في لا نوغوسيونس كتبين العكس، ان الانسان بطبعه ماشي غير الانسان، كاع الكائنات هما بطبعهم كيبغيو داك لو بارطاج، كتكون كيكون واحد الاحساس مزيان كاع ملي كدير الخير مقارنه بالعكس اكسيتيرا. المهم هذا كيبقى علاش قلت لكم باسكو لا بور سيانتيفيك كاثر حتى في الافكار، لان تدل بغينا نتكلموا في ليكونومي خصنا نتكلموا من داخل اخر ما كاين في لا سيونس. بون هذا هو لو كونتيكست الكبير اللي نقدروا نقولوا عليه، اللي بقى هو من انطلاقا من هادشي غنشوفوا الافكار ونلقاو انها ما كتناقش بزاف مع هذا لو كونتيكست اللي جا. المرحله الثانيه الافكار ديال النيو كلاسيك شنو هي؟ نكملوا الحلقه ديالنا، وهذه المره وصلنا شكون هما لي نيو كلاسيك. من بعد ما بيان سور حطينا لو كونتيكست، اللي خصنا نعرفوه هو ملي كنقولوا لو كورون ايكونوميك ديال نيو كلاسيك ماشي واحد لو كورون اللي هو هوموجين. كلشي بدا مع ثلاثه ديال لي بوبليكاسيون، ثلاثه ديال لي ليفر داروهم ثلاثه ديال لي ايكونوميست معروفين بزاف. الاول في فرنسا هو ليون فالغاس، هذا معروف عنده واحد لو تريتي ديكونومي بور، وهاد فالغاس هذا هو اللي بغينا نقولوا هو القلب النابض ديال هاد لي نيو كلاسيك، لانه هو اللي معروف بزاف وغيدير هذاك لو موديل ديال ليبر جينيرال اللي غنخصوا ليه المرحله الاخرى في هاد الحلقه هادي. من غير فرنسا بان في انجلترا واحد السيد سميتو ستانلي جيفانس، وهذا الى بغينا نقولوا هو المؤسس ديال المدرسه ليكول انجليز بيان سور، تابع ديما لو كورون ديال نيو كلاسيك. ومن وراه غيجي واحد السيد اخر سميتو الفريد مارشال، هو اللي معروف بزاف غادي ياخذ الاضواء كامل ديال ليكول انجليز، وتا هو غنحاولوا ندويو عليه او ميم طوم لا نكونوا كندويو على فالغاس. واخر واحد غادي يبان هو كارل مانغير، وهذا الى بغينا نقول هو المؤسس ديال ليكول اوتريشيان في ليكونومي. وهاد المدرسه ليكول اوتريشيان معروفه بزاف، واي واحد كيقرا عليها الا هو كتشكل ليه بحال واحد لو فيرتيج، لان هي واحد ليكول اللي كتغرد خارج السرب واحد شويه. هما الناس اللي معروفين بزاف بلي زولتخا ليبيرو، يعني اقصى درجات الليبراليه اللي ما كيامنوش كاع بتدخل الدوله ولا شي حاجه اخرى. نشوفوا الاخرين متساهلين واحد شويه ليكول اوتريشيان بوحدها. ومن بعد غنشوفوا لا دوزيام فاغ ديال نيو كلاسيك مع شفتو مع ليكول اوتريشيان ولا حايك، وهذا واحد ليكونوميست اللي معروف بزاف. ولكن دابا غادي نتحصروا غير في هاد ثلاثه الناس، والاساسي في الاول وغنشوفوا شنو هي لي كونفيرجونس، يعني شنو هو الالتقاءات الافكار المشتركه بيناتهم. وعاده في كما قلت لكم في المرحله الاخرى غندوي بالضبط على لو موديل دي كيليبر جينيرال ديال فالغاس، ومره مره غادي ندوي على مارشال على لي كومونتير ديال كل واحد فيهم باش نحاولوا نشرحوا كلشي اون ميم طون، واخا ما يقدناش الوقت بزاف. نتلاقاو في افكار ديال لي نيو كلاسيك كلهم مجموعه، ومن بعد نشوفوا فالغاس. الافكار اللي اجتمعوا ليها اغلب لي زوتور ديال لي نيو كلاسيك انا حاولت نجمعها ونرتبها ودرت لها واحد لو ريزومي، نتمنى يكون زعما كافي باش نفهموا اهم لي لين الكبار ديال هاد الناس. الحاجه الاولى كما قلت لكم، حنا ديما في واحد لو كادر ديال اقصى درجات العقلانيه مع لي نيو كلاسيك. وواحد الانسان اللي هو عقلاني اللي هو كما دوينا عليه لومو ايكونوميكوس، لوم ايكونوميك يعني الانسان الاقتصادي بطبعه، وتيقلب على واحد الفكره ديال لا ماكسيميزاسيون. الفكره هذه هي الاساس ديال التحليل ديال النيو كلاسيك، لان بالنسبه لهم هذا الانسان هذا الوقت اللي كيدخل لو مارشي كيدخل السوق، ولو مارشي ديما هو اي تلاقي ديال العرض والطلب. ما نمشيوش للفكره ديالنا ديال لو مارشي ديما راه هو السوق ديال الخضره ولا الجمله ولا لا، غير ملي كيوقع البيع واحد بيع باغي يبيع واحد بغي يشري هذاك كيتسمى مارشي، كينتج عليه واحد لو بري ديكيليبر. من بعد نشوفوا لي موديل انهم كلهم مرتبطين بهذه الفكره هذه. ولكن ما نمشيوش بعيد، دابا قلنا هذا الانسان هذا اللي هو بطبعه عقلاني ملي كيدخل السوق هو كيتخلص من كاع داك الشيء سكي سونتيمونتال، زعما لا لقيتي فيا غنزيد ليك غنقص ليك، لا انا كتولي العقل و ليوتيليتاريزم، يعني الانسان كيخدم مصلحته هو الاولى، واحد الاناليز انديفيدواليست
ديال لا ماكسيميزاسيون. هنا فين كتشوفوا مثلا الناس اللي كملوا في ليكونومي اللي كيقراو دابا يعني كندوي في لو كادر كيما قلت لكم ديال ليونيفرسيتي بوبولار حتى بنادم اللي بعيد يقدر يفهم. مي الناس ديال ليكونومي تيقراو بزاف في لا ميكرو ايكونومي لا تيوري ديال لو كونسوماتور ديال لو برودكتور. ان كونسوماتور كي شيرش توجور ا ماكسيمي ساتيسفاكسيون هو واحد الانسان اللي باغي يوصل ديك لا كورب د انديفيرونس لا بلو هوت اللي هو الفوق بزاف. وعاوتاني لو برودكتور حتى هو لا ميم شوز ولكن ديما عندهم هذيك لا كونترانت اللي هي لا غارتي بالنسبه لو كونسوماتور. عنده المشكل ديال لو ريفينو ديالو ولي بري تاعو معايا لان قد ما كانوا لي بري طالعين ديال المنتجات قد ما كيصعب عليه انه اي انسان بغى يكون عنده جو سي با انا 100 دار 7000 طوموبيل ما كاين اللي حمق كاع يقدر يوصل ما عرفتش شنو ما علينا. هذه هي الفكره ديال لا ماكسيميزاسيون. الانسان بغى يوصل الاستمتاع الكبير ليوتيليتي الكبيره اللي هو الاساس. الفكره الثانيه وهي ديال لا كيسيون دو فالور. ديما ليكونومي كتبدا من لا فالور. الا ما شرحناهاش ما درنا والو. كما قلت لكم لا فالور ماشي شي حاجه اللي هي اوبجيكتيف ماشي في لو طرافاي ماشي في كذا ولكن في لابريسياسيون في انا او طون كو انديفيدو. انا اللي كنشوف شي حاجه لايقه ليا ولا ما لايقاش ليا. لا فالور بيان سور كتختلف من زمان لمكان من كل بلاصه. مثلا واحد السيد اللي هو عاد الشام وداك يعتمدوا عليه بزاف بحال هاد الامثله ديال النيو كلاسيك في الصحراء ولا في شي بلاصه فين ما كانش هنا كيولي الماء عنده واحد لوتيليتي اكثر من الذهب اكثر من اي حاجه اخرى لانك تشوف حياته مرتبطه بهذا الشيء هذا. وهذا هو الا بغينا نقولوا هذه هي لوتيليتي. ولكن ما كيوقفوش هنا فالغاس كيقول لك ان زائد لوتيليتي كاين لا غارتي. لان هادو هما اللي بغينا نقولوا هما جوج الحوايج اللي كيعطيو القيمه في الاقتصاد. شي حاجه اللي حنايا محتاجينها باغينا هنا باش نشرح لكم لا غارتي. مثلا الماء محتاجينه ولكن باسكو الى راه كيتزاد عاوتاني القيمه ديالو كتبان القيمه ديالو. الهواء اللي كنتنفسوه حتى هو راه سي ان بيان مي كيتسمى ان بيان ليبر لانه موجود بكميات ما كتساليش تري ابوندون لدرجه انه ما كيبقاش عنده هاد القيمه ديال لا غارتي. يعني خصو يجتمع بجوج خصو يكون فيه بصح افاده. الهواء راه فيه افاده ولكن بما انه موجود بزاف ما كاينش الندره هنا ما سميتو ما كيبقاش ان بيان ايكونوميك. وهاد الفكره ديال لا غارتي اونتر بارونتيز بغيت نقول كوتا هي حاليا اصبحت متجاوزه لان اخر ما كاين كنتكلموا على زينيرجي رينوفلابل وكنتكلموا على بزاف د الحوايج. يعني لا ناتور كتعطينا واحد الكميات كبيره هائله الى عرفنا كيفاش نتعاملوا معها ما غاديش تكون لا غارتي. هادشي غير اونتر بارونتيز. الفكره الثالثه وهي اللي كتسمى بلا ريفولوسيون مارجينال. ما عرفتش غيقضني الوقت دابا خصني نحاول نضرب واحد شويه. لا ريفولوسيون مارجينال هي اهم حاجه جابوها لي نيو كلاسيك وهذوك الثلاثه اللي دويت لكم عليها جابوها في نفس الوقت. وكيقولوا ان هاد ليوتيليتي براسها خصنا حتى هي نعبروها خصنا حتى هي سون دي في التفكير ديالهم هما اما دي ماتيماتيسيان اما الناس اللي كيعتمدوا على لارغومونطاسيون بحال ليكول اوتريشيان يعني اللي كتهمش بزاف الرياضيات ولكن حتى هي خصها تكون داكشي منطقي. وكيقولوا ان هنا غيتحولوا دي بسيكولوج اتونسيون هادي هو العوريه ديالهم. تيقول لك بالنسبه للانسان ملي كيشرب واحد الكاس ديال الماء داك الانسان نيت اللي كان في الصحراء ومحتاج الماء هنا فاش كيشرب الكاس الاول كيكون محتاج ليه بزاف كيزيد الكاس الثاني كتكون الحاجه ديالو اقل الكاس الثالث الكاس الرابع تيوصل لواحد الوقيته ديال لاساتوراسيون ما كيبقاش محتاج كاع الماء. هنا كتلاحظوا ان الا بغينا نقولوا ليتوليتي مارجينال يعني شنو هي ليتوليتي مارجينال هي الزياده ملي كنشرب الكاس الاول كنزيد الكاس الثاني الثالث الرابع الى اخره هذا هو لا مارج شحال كنزيد. كتلاحظوا ان ليتوليتي مارجينال الي ديكروسونت الا درنا واحد المنحنى غتبان لكم تنازل غادي كتنزل لان هذه الطبيعه ديال الانسان غير شي واحد اللي كتكون كتولف عليك وتبقى تهضر معاه بزاف وتوصل واحد الوقيته كتعيا خصك تبدل الجو. هنا هذه طبيعه في الانسان هذا هو علاش قلت لكم الناس اللي تحولوا دي بسيكولوج. وابارتير من هذا الفهم ديال ليوتيليتي مارجينال اللي هو ريفولوسيونير في الحقيقه في داخل بيان سور هاد الافكار هنا كيديروا واحد لا لوا دو بروبورسيوناليتي ديال لي زوتيليتي مارجينال ومننا يعرفوا لي بري. لان الا درنا مثلا واحد ليوتيليتي مارجينال لواحد لو بيان الماء مثلا القهوه هنا كنحاولوا نرتبوا لي بريفيرونس ديالنا كنحاولوا نرتبوا شنو محتاجين شنو ما محتاجينش وهذا هو اللي كيعطي الا بغينا نقولوا لي بري. هنا واحد لا رولاسيون ديك اللي باقا تسمى لي تيت مارجينال ديال واحد لو بيان لو تيت مارجينال ديال دوزيام بيان هي لو بري ديال هذاك لو بيان على البري او ثاني ديال لوطر. انا باش بان لكم الدار اللي خدمنا باش بان لكم ولكن ليسونسييل هو هذه الفكره ديال لو كالكول على مارج لا ريفولوسيون مارجينال. الفكره الرابعه اللي هي مهمه بزاف هي اللي غنسميوها حنا لا موديليزاسيون ماتيماتيك. هاد الافكار هادي كامله خصنا ندخلوها في وسط لو سيستيم وخصنا نديرو بها ديك لا غولاسيون ديكيليبر. يعني خص الاقتصاد نفهموه بالتوازن الاقتصادي العام ديال
ديال الاقتصاد ديال البلاد كامل ديال الفكر الاساسي يعني هذه غير افكار صغيره ولكن يدوين عليها كامل الكالكول لا مارج لا ماكسيميزاسيون كلشي كلشي خصو يدخل وسط لو سيستيم خصنا ان سيستيم اللي يحتمل هادشي وهنا فين غادي نتكلموا على دو موديل معروفين بزاف هو اللي قلت لكم قبيله ديال بعدا لو موديل ديكيليبر جينيرال ديال فالغاس اللي غيكون اول محاوله ديال تنزيل هاد الافكار هادي كامله فواحد لو موديل ماتيماتيك بيان سور بالرياضيات هذا هو الرائع فيه ولكن حنا غنحاولوا نبسطوا واحد شويه وندويو على الافكار ديالو وبيان سور اللي غادي يرد على هاد لو موديل كاين هو مارشال كتسمى لو موديل ديكيليبر بارسييل حتى هو غنحاولوا مره نبينوا الفوارق اللي كاينه بيناتهم الوغ في هذه المرحله هذه اللي غننتقلوا اللي غندوي على لو موديل ديكيليبر جينيرال ديال الفالاس لانه مهم بزاف كيتعتمد في القرايه اكاديميك بواحد الشكل كبير وغنشوفوا مره شنو هي كما قلت لكم قبيله لي كومونتير اللي كيداروا عليه باش نفهموا واحد الفهم جينيرال موديل ديكيليبر جينيرال فالغاسيان ونظريه ديال التوازن العام ملي كنسمعوا التوازن العام يعني هي واحد الفكره اللي كتقول لك التوازن ديال جميع الاسواق كما قلت لكم لو مارشي هو اي تلاقي ديال العرض والطلب وهاد الفكره هذه علاش مهمه بزاف لانه تيقول فيها الا تغير الثمن ولا تغير السلوك ديال المستهلك ولا ديال المنتج فبالنسبه لان سول برودوي يعني بالنسبه لمنتوج واحد غياثر في كاع المنتوجات الاخرين وهنا اترافير داك لو سيستيم ديكواسيون كيبين كيفاش ان كيجي لو بري الوسط لوفر الفوق لا دوموند لتحت و الى تغير غير واحد في الثلاثه هادو كلشي شي الاخر كيتبدل كاع لي زوفرور كيفكروا كيبدلوا في اما في لي كميات اما في لي بري هذا هو الجميل ديال لو موديل ديكيليبر جينيرال ديال فالغاس واللي فيه ما كاين حتى شي تدخل ديال الدوله و لو مارشي كيتسمى لوتو ريغولاسيون يعني لو مارشي كيقاد راسو براسو هذه الفكره الرائعه ما كاين لا ما انفيزيبل لا والو هادشي كله معبر عليه بالرياضيات بصح حنا ما ندخلوش في هاد لي ديتاي هادو لان خصنا ليهم 3 ايام ولا 4 ايام ولكن الاساسي غنعطيو الافكار الاساسيه ديالو بيان سور ملي كيقول لك لا دوموند اي لوفر حنا غيدير لي زيكواسيون غيدير التوازن بالنسبه للطلب والتوازن بالنسبه للعرض بيان سور لو بري روا كما كيسمي فرانسوا بيرو واحد ليكونوميست هذاك الثمن الملك هو اللي كيصايب في الاقتصاد كلشي ما كنحتاجو حتى شي حاجه كيسميوه لو كريور فالغاسيان يعني غير واحد السميه فيكتيف خياليه ماشي حقيقيه ولكن الثمن بيان سور على حساب العرض والطلب هو اللي كيتوازن بوحدو وكي هادشي بطبيعه الحال كما قلت لكم بلي زيكواسيون ماتيماتيك الوغ باش نفهموا انا غنرتبوا غنشوفوا لا دوموند كيفاش كيتصرف الطلب الناس اللي كيطلبوا لي كونسوماتور وكيفاش لي زوفرور حتى هما غنشوفوا الثمن لو بري كيفاش كيدار له في الاول بالنسبه للمستهلك حتى نتوما تقدروا تفكروا فيها ملي كيكون عندك واحد لو بودجي واحد لو ريفينو كتشدو كتخلصو وباغي تشري به المنتوجات البضائع اللي كتخصك في الحياه اليوميه فاول حاجه كدير وهي انك تشوفي واحد اون سورت دو كلاسيفيكاسيون يعني كترتب شنو خصك كاولويه وشنو هي الثانيه وشنو هي ديك الفكره اللي دوينا فيها ديال لا مارج ديال ليوتيليتي مارجينال ديال انك كتقول خصني هذه هي الاولى محتاجه اكثر من هذه محتاج هذه محتاج من اي حاجه فكروا فيها انا ما جاتنيش في بالي بزاف الحوايج وهذيك لا كلاسيفيكاسيون ديال كتقول هذه احسن وهذه ما خيبه وهذيك هذيك لا بريفيرونس وهي اللي كتعطي قيمه هنا لا كيسيون ديما ديال لا فالور اللي دوينا فيها من قبل وهنا ملي كتشوف هذيك لا كلاسيفيكاسيون كتزيد عاوتاني كتشوف شنو هما لي بري كل حاجه واش غتقدر عليها ولا ما تقدرش عليها بيان سور حتى ما كرهتيش تكون عندك اخر طوموبيل واخر ما شنو ولكن الله غالب على حساب لو بري وعلى حساب لو بودجي ديالك هادو هما لي كونترانت اللي كيكونوا قدامك وهنايا كدير شكون ابيل الناس كيقراو في لا ميكرو ايكونومي هذيك الفكره ديال ان لا كورب د انديفيرونس وكتجي ديك لا كونترانت بودجيتير وديك لو بوين دو تانجونس التلاقي بيناتهم هذاك هو ليكيليبر يعني ليكيليبر بالنسبه لو كونسوماتور ولا بالنسبه لا دوموند اون جينيرال كدير سو فونكسيون ديال ديك لا بريفيرونس داكشي اللي بغيتو من يكون وزائد ان ديك لا كونترانت ديك اللي كتحبسني كتقول لي فلان زكا ما عندكش الامكانيات وهذا وهنايا كندير هذيك لا دوموند لا كونتيتي اللي بغيت نكونسومي على حساب هادشي كامل حاجه اخرى مهمه هي اللي كتعطي قيمه كبيره لو موديل ديكيليبر جينيرال هو الوقيته اللي كتبدل لو بري ديال واحد في دوك المنتوجات
قيمتها كبير مهم بزاف بحال لو بري ديال لو بترول ولو بترول ولا اثمنه الطاقه اون جينيرال هي داخله في داك لو بروسيسوس ديال البيع والشراء من الاول حتى الاخر لان الا طلع مثلا الثمن ديال البترول فكل شيء شي اخر غادي يغلى سي نورمال لان البترول ليسونس هو اللي كينقل السلعه الخضره اي حاجه اي حاجه كنلبسوها خاصها تدوز في الطريق في لوطوغوط ولا تغلى ولا غلات شي حاجه وحده كتاثر في كل شيء هذا هو اللي زوين بزاف لو موديل ديكليب جينيرال كاع لي مارشي كيتخادو بعين الاعتبار وهنا كيولي بحال واحد بحال جو سي با انا بحال اون ماشين كتبقى كتوازن على حساب لي بري كتوازن في لي كونتيتي وفي العرض والطلب يعني هذا هو الرائع بزاف داكشي اللي كتشوفوه مثلا ملي كتشوفوا في لابورس في لي تو شونج كيبان لكم كيفاش كيتغيروا بالزربه هذا الدولار كيسوى كذا شويه كذا لان هنا حركه سريعه ولو بري هو اللي كيدير لينا هذا التوازن الفكره الثانيه هذا بالنسبه كما قلت لكم لي زيكواسيون ديال لا دوموند ننتقلوا لوفر الناس اللي كيعرضوا اللي كيبيعوا السلعه ديالهم البياعة ماشي الشرائية المهم هو ان الفكره الاساسيه ديما اللي كنطرق منها فراس هو انه كيفترض فواحد ليكونومي فيها لا كونكورونس بور اي بارفيت يعني واحد المجتمع اللي فيه بزاف الناس باغيين يبيعوا ويشريوا وما فيه حتى شي واحد كيأثر على الثمن يعني ما فيهش هذوك لي مونوبول ما فيهش شي واحد شاد واحد لابار دو مارشي كبيره كيتحكم في لو مارشي لا بزاف الناس كل واحد كينافس الاخر وفديك العمليه ديال التنافس بيناتهم هنا كل واحد كيبقى كيطيح الثمن على الاخر سي نورمال حتى كيوصلوا لواحد النيفو ديال ان لو بري الثمن ديال داكشي كيتباع كيساوي ابان داك لو كو مارجينال يعني كيساوي بشحال تقام عليه ديك السلعه وهنا كيكون الربح شي حاجه خفيفه وبالنسبه للفالاس راه الربح لو بروفي ديال لو كابيتاليست راه هو لو طو دانتيغي يعني بحال قلتي حتى هو راه سي ان سالاري راه ما كاينش فرق ميم لو سالير حتى هو غتلاحظوا كيساوي لا برودكتيفيتي مارجينال ديال لو طرافاي عكس كيما تصوروا لي كلاسيك اللي كنقولوا على السالير هو غير هذاك الشيء باش كيعيش لوفري وباش عاوتاني يجي لغاد لين يخدم نو هذا بغى كيما قلت لكم بغى يرجع ليكونومي اوتونوم على داك لو جو دو كلاس وهاد الفكره ديال لو بروفي كيساوي ولا ديال لو بري ديال لا مارشانديز الثمن كتساوي ابان الكو مارجينال راه ماشي هو تخيل في دماغه مي عبر على ماتيماتيكمون بالرياضيه طونسيون لان لو بروفي الربح راه هو داكشي اللي بعت ناقص داكشي اللي تقام عليا بشحال بعت بشحال نتجت وبيان سور داكشي اللي بعت راه هو الاثمنه في الكميه اللي بعت بشحال بعت يعني الاثمنه لي بري فوالا كونتيتي موان لو كو توتال وكيبقى غادي بشي بشي كيقول لا ماكسيميزاسيون حيت لا ماكسيميزاسيون في الرياضيات راه هي الاشتقاق ديريفي كيساوي زيرو ملي كنقراو في الباك جدول التغيرات وداكشي راه كيكون طالع واحد المنحنى كيوصل لواحد المرحله وكيبدا يهبط هذيك التغير التغيرات هي اللي كتعني الشقاق كتساوي زيرو كيبقى غادي في الاخر فعلا كيلقى لو بري كيساوي لو كو مارجينال هادشي كيعني ان بالنسبه ليه راه ليكونومي راه خاضعه حتى هي لديك لا لوا ناتوريل بحال اي علم تقدر تكون عندها قوانين خاصه وكتمشى بهم بطريقه عاديه هذا هو الجميل ديال الموديل ديكليبر جينيرال ديال فالاس وحاجه اخرى مهمه هو ان اللي بغيت نقول لانتربريتاسيون ديال هذا الموديل هي اللي اهم صراحه وان فالاس هادشي اللي داروا ماشي غير تتخيلوا وقال بالعكس هو كان عنده كيجيني ما بغاش غير يدير هذاك لو ديبا غير ايكونوميك ولكن كان عنده واحد لو بروجي سوسيال لانه بالنسبه ليه لاحظوا معايا لواحد ليكونومي ما فيهاش الربح كتعني ان الاثمنه هما طايحين بزاف ديال لي مارشانديز زائد ان لو بوفوار داشار لي صالير مزيانين يعني كتكون واحد الكميه كبيره ديال المنتجات وهنا كنكون في واحد الاقتصاد ديال الرفاهيه اللي كلشي يعيش مزيان في واحد المستوى مزيان وما كيكونش هذاك بغينا نقولوا داك الفوارق الاجتماعيه الطبقيه كبيره بزاف هذا هو الجميل ديال فالاس راه بيان سور هادشي اللي قال كله خاضع لدي كريتيك وهنا غادي يجي مارشال غنخلو ليكيليبر بارسيال بزاف د الحوايج مارشال المدرسة الواقعية الإنجليزية غنشوفو الجديد اللي جاب ونكملو قلت لكم أكثر واحد دار لي كريتيك لو موديل ديال فالغاس هو يا مارشال المدرسة الإنجليزية اللي جا من ورا سان لي جيفانس وهاد السيد هذا اللي كيقول أن حنايا كوم إتون إيكونوميست مجيناش نقولو داكشي اللي حنا بغيناه يكون من تلقاء راسنا مشينا نوصفو شنو كاين في الحقيقة ولهذا اختلف بزاف مع فالغاس ومن بعض بين اكبر لي ديفيرونس اللي بيناتهم هو في القضيه ديال ليكيليبر جينيرال فالغاس كيدوي بليكيليبر جينيرال مارشال كيدوي بليكيليبر بارسيال يعني توازن جزئي ماشي توازن كلي ديال الاسواق علاش السبب بسيط هو اننا صعيب علينا ان نفهموا كاع التوازن اللي يقدر يوقع في لو مارشي ولهذا ديما كتسمعوا بواحد الكلمه كيقول لك توت شوز ايطون ايغال باغايور هادي فين ما كتقراوها راه كتعني ان بالنسبه لينا حنايا كنشوفوا واحد لو مارشي ولا جوج هما اللي كنحلوهم
ولكن لي زوطخ مارشي ما غنقدروش نتنبؤوا بالتغيرات اللي يقدروا يوقعوا فيهم نظرا للصعوبه ديال هذه العمليه هذه. وهكا كي مارشال باش كيحل هذا المشكل كيقول ليك باش نرجعوا ليكيليبر لان ما نقدروش نفهموا الميكانيزم ديال المارشي كامل هنا كي ليجيتيم واحد لانترفونسيون ديال ليطا ولكن شي حاجه قليله بزاف. الفكره ديال لانترفونسيون ديال ليطا ديما كانوا في ليكول اونجليز غادي التقطا كينز وتولي عنده واحد القيمه كبيره لان كينز كان تلميذ ديال مارشال. مارشال معروف بزاف بالذكاء ديالو في هاد المسائل ماشي غير هادشي صافي. مي مارشال ثاني معروف بانه هو اللي دخل الاناليز ديال لو طون في ليكونومي. الفكره ذكيه بزاف راه تلاحظوها حتى في الناس اللي كيقراو لا ميكرو ايكونومي ديما كنستشهد بهم لان شي حوايج كيقراو ولكن الاصل ديالها في لا تيوري دو برودكتور ملي كتميزوا ما بين لو كور تيرم ولو لون تيرم. هنا مارشال هو الاول اللي فهم هذه القضيه وزيد على هذا كيقول ان مثلا حتى في التكون ديال لي بري في الكور تيرم كتكون لا دوموند هي اللي كتوجه لي بري داكشي اللي قالو حتى فالاس ولكن اتونسيون في لو لون تيرم راه لوفر grâce à l'innovation technologique que tu voulais ouais l'intérêt كبير ou il y a quel intérêt كبير à le prix une tendance à baisser à long terme n'est-ce l'analyse des chiffres de Marx par exemple figure à quoi les rendements d'échelle attention valera ce qui fait car ouais les rendements d'échelle qui sont constants yani mais dans l'intérêt ou les mais dans les forces de production l'amel ou le capital qui demeure dans les choses ouais l'intérêt dima des proportions matérielles ولكن ده خطا لان مارشال وضح انه بالعكس كنوصلوا لواحد الفتره ديال اننا كنزيدوا في الانتاج كنقولوا ان لي روندمون دي كرواسون. هذه الفكره هذه راه عليها نقاش كبير دابا حاليا ونوصلوا ليها في النيو كلاسيك اكطوال يعني حنا في الموج الاول ديال النيو كلاسيك. هذه افكار كثيره بزاف ما نقدرش نختزلها لكم. عاوتاني ليكول اوتريشيان الجميل فيها كما قلت لكم هو انهم حتى همايا ما كيفكروش بالفكره ديال ليكيليبر جينيرال. بالنسبه لهم ديما كيبقاو في هذاك لو كادر ديال لانديفيدو خصنا ديما نقراو الانسان كيفاش كيفكر كيفاش كيتحرك وما ايسون ليبرال حتى في الاصل ديالهم كيبان لهم حتى هذيك الفكره ديال ليكيليبر جينيرال راه فكره شويه ماكرو ايكونوميك وما كيقبلوهاش لان ديما كيفكروا غير في لانديفيدو. وتقريبا هذه افكار عامه دافع عليها لي نيو كلاسيك. شفنا الجوانب المشتركه والجوانب اللي كتفرقهم ولكن في الاخر كلهم كينتميو لنفس لو كورون. هذا لو كورون هذا غادي يتوقف في 1920 مع لا كريز اللي وقعات ومن بين ابرز لي كريتيك اللي كيتوجهوا ليهم هما كاملين هو انهم بعدا حافظوا على ديك الفكره ديال لا نوتراليتي دو لا موني يعني ان لا موني الا شفتو ما عطاوش اهميه بالنسبه ليهم راه واخا تزيد لا ماس مونيتير راه غادي تنعكس غير في زياده في لي بري وهذا ما عندوش تاثير بزاف على 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 الواقع ديال الاقتصاد. هذا خطا كبير. لاحظوا ان كينز في 1920 طرح من هذه الفكره والكتاب ديالو لا تيوري جينيرال دو لانتيغي دو لومبلوا اي دو لا موني باش كيبين العكس ديال هذه الافكار هذه. من غير هذا الشيء عاوتاني حتى هذاك ليكيليبر اللي شفنا راه ماشي ديما ليكونومي كتكون في حاله ليكيليبر كتوصل شي اوقات كيولي العرض اكثر من الطلب وداك الشيء اللي وقع لنا. وحافظوا على الفكره ديال جون باتيست سي ديال شاك اوف كري سا بروبر دوموند اللي دوينا عليها مع لي كلاسيك. من هاد لي ليميت هادو غادي نشوفو كينز والحلقه الجايه هذاك الشيء علاش غندويو عليه ونمشيو نفواياجيو في التيوري جينيرال دو لانتيغي دو لومبلوا اي دو لا موني. السلام عليكم.